يوان كرويف حط الحجر الأول وكل اللي جم برشلونة من بعده مشي وراه. ده كان كلام بيب جوارديولا عن إرث برشلونة الكروي. ليس مجرد نادن، ده شعار برشلونة، جزء كبير جدا من تاريخهم حققوه بفلسفتهم الخاصة، والفلسفة دي ما صحيوش في يوم قرروا يطبقوها. تطبيق فلسفة برشلونة كان ليه قصة، قصة لعبت الانتخابات فيها دور البطولة. 7 مساء يوم 27 إبريل لسنة 1988، هنا كانت البداية. فريق برشلونة بالكامل ومعهم مدربهم لويس أراجونيس قاعدين على ترابيزة واحدة مع لويس نونيز رئيس النادي. خوسيه رامون أليكسانكو قائد الفريق اتقدم وقال: سيادة الرئيس، انت فضلت مصلحتك على مصلحة النادي، انت ولا بتحبنا كلاعبين ولا بتحب الجمهور، عشان كده احنا بنطلبك بالرحيل. برشلونة في أسوأ أحواله، الفريق اللي كان طرف نهائي دوري أبطال أوروبا من سنتين دلوقتي قابع في مراكز الدوري الأخيرة. لويس أراجونيس محبط وأصيب بالاكتئاب، ورئيس النادي مشغول بالانتخابات اللي بقت على الأبواب. جوسيب نونيز مش سعيد تماما، الكل بقوا ضده، وبالطريقة دي خسارة الانتخابات بقت مؤكدة. 6 أيام بس بعد الاجتماع وقرر نونيز إقالة لويس أراجونيس، وخلفته هيبقى المدرب الشاب وأسطورة النادي يوان كرويف. يوان كرويف مدرب صاعد فاز فعلا بالكاس مع أياكس 2 ورا بعض، وأخد بطولة أوروبا للأندية أبطال الكاس، لكن ده ما يمنعش أن النجاح في برشلونة محتاج شغل تاني خالص. قرار مفاجئ وزي لعبة الروليت لنونيز، يا إما كرويف هينجح ودي آخر فرصة للفوز بالانتخابات، أو الخسارة قدام ساكستي كامبرا هتبقى شيء حتمي. وبدأت الثورة. 15 لاعب معروضين للبيع، منهم فيكتور بونوز ورامون كالديري وبيرنت شوستر اللي انتقل للغريم ريال مدريد. وفي المقابل دخل 12 اسم جديد على الفريق، وعلى رأسهم أوزيبيو ساكريستان، متوسط الميدان اللي بقى حديث العالم مع يوان كرويف بعد كده. ضمن مذبحة التخلص من الحرس القديم، حافظ كرويف على رامون أليكسانكو قائد الفريق عشان يكون الحامي للمحاربين الجدد. أليكسانكو تعلم الدرس، واجه نونيز بنفسه وقرر: حدودك تخلص عند باب غرفة الملابس، ممنوع دخولك تماما، عشان جوه الأوضة دي أنا بس الرئيس. وكرويف في ظهره بيدعم. ومع وصولنا ليوليو جه ميعاد أول مقابلة بين كرويف واللاعبين، مقابلة الاتفاق على فلسفة برشلونة وإرث كرويف لكل الأجيال من بعده. دخل بسبورتو ومرسوم عليها خطته: 3 مدافعين و4 لاعبين خط وسط وجناحين هجوميين ومهاجم صريح. أوزيبيو ساكريستيان بيقول: بصينا لبعض وقلنا إيه اللي بيقوله ده؟ العصر ده كان بتاع 4-4-2 و3-5-2، لكن في الخطة دي احنا مش عارفين أساساً عدد المهاجمين ولا عدد المدافعين. لكن كرويف ما سابش حاجة للظروف، حط دستوره الفني من أول جلسة وبيقوم على التالي. أولاً، لو حطينا 4 مدافعين بس قدام 2 مهاجمين للخصم، يبقى احنا وقتها بنملك 6 لاعبين بس للدفاع قدام 8 منهم في وسط الملعب. بالنسبة لي المكسب 5-4 هيكون أحسن من المكسب 1-0. الاستحواذ على الكرة، مستحيل يدخل فينا أهداف طول ما الكرة معانا، أول ما نفقدها تبدأ الخطورة، عشان كده لازم تفضل معانا أطول وقت ممكن. الله، طب وإزاي هندافع؟ ده كان سؤال أندوني زوبيزاريتا حارس الفريق، وإجابة كرويف خلت الدهشة تزيد على وشوش اللاعبين. قال له: أنت اللي هتقرر الموضوع ده، أنت أدرى مني في الدفاع وفي طريقة الوقوف في الركنيات والكرات الثابتة، ليك مطلق الحرية. هنا انتهى اجتماع كرويف الأول مع اللاعبين. لكن طبعا الموضوع مش سهل، مش هيقول لهم استحوذوا فخلاص هم كده اتعلموا الاستحواذ. في الاستعدادات الجمهور ما كانش متقبل كرويف ولا قراراته، كل ماتش بتكون الصافرات أعلى من الهتافات، وبعد كتير من المباريات بين مكسب صعب أو خسائر أحيانا أتقن اللاعبين أخيرا طريقته. والنتيجة السيطرة على الدوري 4 سنين متتالية، أول لقب دوري أبطال في تاريخ برشلونة، كاس الكؤوس الأوروبية وسوبر أوروبي وغيرها من البطولات. ورغم النجاحات المبهرة، لكن كرويف قدم لبرشلونة الأكثر من البطولات. قدم لهم ألبرت فيرر وجويرمو أمور وسيرجي باروخان وبيب جوارديولا. بيب اللي معاه وصل تشافي هرنانديز وإنيستا وليونيل ميسي لأعلى مراحل النضج في برشلونة،
وهم اللي هيجي يوم ويشيلوا رسالة كرويف زي ما شالها بيب عشان يسلموها للأجيال التالية. أكيد كرويف كان لاعب عظيم، ولما تتكلم عن الأفضل في تاريخ الكورة لازم تحطه بينهم، ورغم ان جرت العادة على ان اللاعب العظيم غالبا مدرب على قده والناجحين منهم استثناء، ورغم ان الكورة في تاريخها ياما كان فيها مدربين نجحوا وعملوا تاريخ، لكن كرويف ما كانش بس مدرب ناجح زي ما كان لاعب ناجح، ولا كان مدرب ناجح زي غيره من المدربين. كرويف لوحده ضمن قليلين في الكورة على قد صوابع الايدين جدد في الكورة وحط نموذج لأجيال من بعده يمشوا عليه.